أوكي، صباح الخير. اليوم الاثنين 26/7/2021. المرة الماضية حكينا عن الأدوية اللي that can be difficult to formulate in controlled delivery systems. زي ما حكيت لكم أنا عم بحكي difficult to formulate مش معناته ما بنعملهم، بس الليميتيشنز بتكون كتيرة. استعرضناهم، حكينا بعض الأدوية اللي أوريدي صارت موجودة بالسوق، وحكينا بعض الابليكيشنز عن الكنترولد دراج ديليفري. سم ابليكيشنز، ذكرنا 4 ابليكيشنز او 5، حطيت لكم وراها الانترا سيلولار بارستيك ديزيزز. الان المره الماضيه قلت لكم رح نحكي عن الفاكتورز انفلوينسينج ذا ديزاين اند بيرفورمانس اوف كنترولد دراج ديليفري سيستمز. لما بدنا نعمل ديزاين، ايش الاشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار when we design a drug delivery system. So factors influencing the design or factors that should be considered when we design a controlled drug delivery system or the factors اللي affect the controlled delivery systems والperformance تبعهم. هلا في عندي 6 شغلات مختلفة حكيناهم. صفات الدواء، كونه الدواء بهمني انا، عندي الدواء as البارامتر الرئيسي او الاشي اللي بدي اوصله انا لمكان معين بالجسم، هو اللي بدي أعمل له ريليز. إذا صفات الدواء are very important. إذا الدواء موجود بكارير، هلأ بصير تمني صفات الكارير، بس إذا الدواء free الفيزيكوكيميكال properties رح تأثر على in-vivo distribution، رح تأثر على stability مثلاً للدواء، رح تأثر على drug release، رح تأثر على جرعة الدواء اللي بدي أعطيها للمريض، etc. إذن الفيزيكوكيميكال والبيولوجيكال بروبرتيز ار فيري امبورتانت. طبعا شو الفرق بين فيزيكوكيميكال وبيولوجيكال؟ الفيزيكوكيميكال اللي هي الفيزيكال اند كيميكال بروبرتيز تبعت الدواء، اللي هي اللي بناخذها من الان فيترو داتا، مثلا سوليبيليتي از فيزيكال بروبرتي، البارتيشن كوفيشنت، الستابيليتي، بروتين بايندينج الى اخره. البارتيشن ايش كمان عندنا؟ ذكروني شو كمان في عندنا صفات. dissolution. لا 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 لا، dissolution مش physical property، solubility هي physical property. صفة ال PKA مثلا، اوكي PKA right. اذا صفات الدواء البيولوجيكال properties هي صفات الدواء اللي باخذها من الان فيفو experiments. يعني احنا قلنا stability metabolism، stability as a physical property or chemical property. المتابوليزم للدواء inside the body هو related للstability is a biological property. الان فيفو distribution يلي هي related للsolubility of the drug. And partition coefficient. ممكن تضيفوا عليهم مثلا molecular weight. Okay. أو size. PKA. إلى آخره. Okay. As we said, etc. Biological properties, dissolution. انت قلت solubility. Okay, dissolution and biological property. Absorption, which is related to the partition coefficient and molecular weight, is a biological property. Dose, T half-life, is a biological property. And biological property هي related to physicochemical, بس هي data اللي بناخدها من الان فيفو اكسبيرمنتس. الروت اوف او الروت اوف ديليفري، احنا حكينا اي دوزج فورم شود بي سوتابل فور ذا روت اوف ادمنستريشن. اذا خدوها قاعده، الان خدوها قاعده، الدليفري سيستم اللي بتعملوه لازم يبقى مناسب للروت اوف ادمنستريشن. وهذا حكي اخذته انتم بالصيدلانيات. انا مثلا as simple as بدي اخذ دواء اورالي، انا بهمني طعمه، بس بدي احط الدواء على السكن ما رح يهمني الطعم. اذا بدي احطه على السكن كريم ما بيهمني الطعم، بيهمني شكله، ملمسه، ريحته. بس اذا بدي اعطيه اورالي، من الاشياء بتهمني مثلا ريحته وطعمه بيهموني. اوكي، اذا الروت اوف ادمنستريشن از امبورتنت. كل ديليفري سيستم لازم تبقى مناسبه للانتندد روت اوف ادمنستريشن. وبتتذكروا احنا عرفنا الدراج ديليفري زمان باول محاضره انه هي صفة integration ما بين صفات الدواء أو الديزاين والروت اوف administration. So it's directly related. هلأ ليش الروت مهمة؟
لأنه الـ area of the body in which the drug will be administered can be restrictive on the basis of suitable controlled release mechanism or device. يعني مثلا بيحددنا الـ volume, الحجم تبعت الحبة. تذكر ما قلت لكم بالأورال إذا كان جرعة الدواء أكثر من 500 إذا بدي أعملها sustained release ما بعود أقدر أبلعها. إذا مثلا بالأورال بحكمني إنه الدواء بيروح على الكبد, فإذا عندنا first pass metabolism بالأورال روت الدواء رح يتكسر, بس إذا أعطيته transdermally ما رح يروح على الكبد. ف I will avoid first pass hepatic degradation. إذا كل روت لها خصوصيتها. Some drug delivery systems in certain routes of administration can exert negative influence on drug efficacy. إذا بهمني إني أعرف الـ anatomy, histology, الفيسيولوجي of the route حتى أقدر أعمل الديزاين المناسب وأعرف العوامل اللي بتأثر على البيو availability من هذا الروت. The performance of controlled release system may be influenced by physiological constraints. For example, بالoral route الresidence time بالGIT 12 ساعة. فإذا إحنا بدنا نعمل delivery system ل 24 ساعة, إحنا الآن limited by the physiological constraints, by the residence time of the drug في أو of the أو by the motility of the GIT, which is a physiological property. العين for example in the eye residence time دقيقة لدقيقتين. So this will restrict us, restrict أي delivery system بدي أحطها بقلب العين. Okay, right. التارجت سايت, احنا هدفنا انه نعمل ماكسمايزنج للدوز اللي بتروح على التارجت سايت ونقللها بالنون تارجت سايت حتى نزيد الافشنسي ونقلل السايد افكتس. اوكي, وي كان يوز كاريرز او بامكاننا نستخدم برو دراجز as you will see later on. This can be partially achieved by local او by local administration. اذا ممكن احنا نعمل لوكالايزد اكشن, ممكن نعمل تارجتد اكشن, وممكن نحن نشوفه نستخدم البرو دراجز حتى نوجه الدواء. وهي الحالة I will call it site specific drug delivery. Okay, site specific drug delivery, إني أنا بودي الدواء specifically لمكان معين using مثلا برو دراج ديزاين أو using targeting carriers. هلا اللي ميزتها, في ناس بيقولوا targeting, drug targeting, drug targeting using prodrugs. هلا هل بصير اقول عن البرودرجز targeting؟ هاي سالوني اياها سؤال الطلاب بالليتريتشر. كلمه target هدف, targeting تهديف. Okay, so you can use it whatever you like. You can use drug targeting كجملة. أنا عم بعمل targeting باستخدام البرودرج, بس انتبهوا البرودرج is not a carrier. إحنا عرفنا التارجتينج اللي هي استخدام الكاريرز. لما أحكي عن التارجتينج تكنولوجي, لما أحكي عن التارجتينج as technology, تذكروا أول keyword كانت الكاريرز. إذا لما أحكي عن التارجتينج as technology we will say that التارجتينج يستخدم فيها الكاريرز. بينما ممكن تستخدموا كلمة تارجتينج كverb كناون زي ما بدكم لا مع البرودركس, بس تذكروا إنه البرودركس it's not the drug targeting technology, it's something else. okay, ففي ناس مشان يتحاشوا كلمة تارجتينج بسموها site specific drug delivery. I will talk about this more when I discuss البرودركس. إذا التارجت سايت سواء عملتوا تارجتينج using carriers أو عملتوا localized action وحطيتوا الدواء بقلب الكارير سايت, الفكرة منه إنه أنا لازم أعرف التارجت سايت تبعي وكيف أخلي الدواء يروح mainly على التارجت سايت. أوكي, كيف أزيد الكونسنتريشن للدواء اللي موجود في التارجت سايت, سواء أنا حطيته بإيدي أو خليته يروح بقلب الكارير أو استخدمت البرو دراجز في approach معين حتى أوصل الدواء على مكان محدد. زي ما نقول colon targeted drug delivery, colon targeted drug delivery. ما عم نحكي عن التكنولوجي تبعت drug targeting تبعت الكاريرز, عم نحكي عن other strategies and other technologies. إذن كلمة
targeting و target you can use it anywhere you like. بس إذا عم تحكوا عن التكنولوجي تبعت drug targeting then you are talking about the carriers. Yes, في confusion شكله. في سؤال. مين بدها تسأل؟ دكتورة سميرة هلأ البرو دراج دراج ديليفري سيستم؟ Yes, one of the approaches. بس مش تكنولوجي. One of the approaches. لا هي تكنولوجي strategies technologies بس مش drug targeting. مش drug targeting. It's not a carrier سميرة. Okay. The product is not a carrier. Okay. The carrier boss. Okay. زي الليبوسوم بتحط الدواء فيه. The product is a chemical derivative. هذا اللي بدي أقولك إياه. ماشي؟ Okay. Okay. تمام. رح أوضحها أكثر later on. بس تذكروها. هلا ال acute or chronic زي ما حكيت لكم المرة الماضية إنه considerations whether one expect to achieve a cure or a control of a condition لفترة قصيرة بيختلف عن فترة طويلة مثلا بدنا نعمل 1 year contraceptive implant أكيد بيختلف عن design of antibiotic لمدة أسبوع. The toxicity كمان is important لما تشتغلوا إشي لفترة طويلة بصير في عنا you have to take into consideration the chronic exposure أو the chronic toxicity rather than the acute toxicity. إذا the performance with toxicity are important when you talk about treatment of chronic disease أو acute disease. The disease state حكيناها زي ما قلنا الروت مهمة الأناتومي الفسيولوجي الهيستولوجي للروت لا تنسوا إنه المرض رح يغير بهاي الفسيولوجي والأناتومي أحياناً والعوامل بتأثر ورح تدخل في عندي pathological changes. إذن لما أنا أحكي عن الروت بدي أحكي عن الروت النورمال وبدي أحكي عن pathological changes. pathological changes حلوة الفكرة لأنه ممكن أستغلها أستغل pathological changes اللي بتصير بالمرض بحيث إني أعمل targeting. أعطيكم على سبيل المثال كلكم بتعرفوا إنه الـ pH بالقولون 7.5 إلى 8 سب خلينا نقول من 7 إلى 8 بالقولون أوكي. واحد عنده ulcerative colitis بالمنطقة اللي فيها إصابة الـ pH 4.5 إذا إحنا درسنا بالفسيولوجي وبنعرف إنه الـ pH بالقولون من 7 إلى 8. طب لما نيجي لواحد بدي أعالج واحد أعمل له delivery لواحد عنده لدواء بدي أعالج له ulcerative colitis. طب ما هي ulcerative colitis إذا أنا اعتبرت إنه الـ pH بالقولون هي 7 وعملت الديزاين على أساس إنه to be released at pH 7 ما رح يصير له ريليز على المنطقة اللي فيها إصابة. الـ pH بالمنطقة اللي فيها إصابة بالـ ulcerative colitis هي 4.5 إذا أنا بإمكاني أستغل هاي النقطة وأخلي الدواء ما يعمل ريليز بالقولون إلا لما نيجي على منطقة فيها pH 4.5. فشفتوا كيف عملت أنا site specific delivery خليت الدواء يتركز بالمكان. إذا بإمكاني أستغل الـ pathological changes اللي بحدثها المرض حتى أعمل specific more specific أزيد الـ specificity of the drug tactic أو بلاش specificity حتى ما تفكروا بميكازم أزيد الـ selectivity أخلي الدواء يتركز أكثر بالسايت بالمكان المصاب. أعطيكم مثال تاني الكابيلرز بجسمنا الاندوثيليال ميمبرينز مش كتير بيرميبل يعني لو دخل إشي كبير بالدم أوكي رح يضل بقلب الدم صعب إنه يطلع من التيشوز إذا السايز تبعه كان كبير وما قدر يعمل ديفيوجن. لذلك إحنا قلنا الكاريرز اللي بتدخل على الدم مصيرها تتاخد باي فاجوسايتوسز. هلا كيف بدي خلص منه الجسم الأشياء الكبار يعني الار بي سيز بيطلعوا من الكابيلرز؟ لا بس وين بروحوا؟ بالكبد اللي بيخلصوا بالكبد سبلين. إذا الريتيكولو اندوثيليال سيستم كفيلة إنها تتخلص من الأشياء الكبيرة لذلك معظم الكاريرز اللي إحنا بنعطيهم عن طريق الدم بتلاقيهم they end up بالريتيكولو اندوثيليال سيستم. الآن الكابيلرز تبعون الكانسر تيشو النيو بلاستيك تيشو. تعرف كيف النيو بلاستيك تيشو بنمو بسرعة؟ أنا دائما بشبهها عند اثنين قاعدين ببنوا بحيط، واحد ببني حيط على اليمين وواحد عم ببني حيط على الشمال. اللي عم يبني الحيط على اليمين معاه وقت ماخذ راحته، له اسبوعين عم يبني بالحيط، فعم بحط طوبه فوق طوبه، بحط الاسمنت بيناتهم، ما فيش فراغات،
بطلع إشي مرتب على الأخير، بس اللي على الشمال مستعجل مستعجل، أوكي بلش مبارح بده يلحق هداك، فبتلاقيه بدأ يبني بالحيط شلفق، يحط طوبات صار في فراغات بقلب الحيط. فأنا دائما بحكي الكانسر تشو بنمو بسرعة، الكابيلاريز الفينستريشنز بالكابيلاريز تبعونه كبيرة. مين يقول لي شو ممكن نستفيد منها؟ يعني مور ليكي الكابيلاريز اللي بالنيو بلاستيك تيشو، اوكي فيهم الاندوثيليال ميمبرين فيه فينستريشنز از مور ليكي ليكي ذان النورمال كابيلاريز. مين بيقول لي ايش ممكن استفيد من هاي الاشي؟ نقدر نعمل كارير كبير شوي صغيرة، فإنه ما بروح ما بمر بأي كابيلاري، بيجي على هاي الكابيلاري وبمر فيها، هلأ أنا بصير له برمي عبل. Exactly سميرة، إذا ال changes اللي بيحدثها المرض رح أستفيد منها، رح أعمل كاريرز تمر من هاي الكابيلاريز، وبالتالي رح أركز الدواء في المنطقة المصابة. Okay. إذا أنا ممكن أستغل الباثولوجيكال changes. أعطيكم مثال ثالث. واحد عنده obstructive lung disorder، فأنتوا بتكون تعطوه دواء لللونج تتريد الobstructive lung disorder. إحنا بنعرف قديش لازم يكون السايز حتى الدواء يقدر يدخل على اللونج. طب هذا الشخص عنده obstructive lung disorder، لأن إحنا بدنا نمرق له الدواء بقلب اللونج. إذن الآن بدي أخذ بعين اعتبار الchanges اللي حصلت في الرئة. كمان example، إيش في عندي هنا على العين؟ أظن في example عندكم. الانزيمز، الانزيمز انتو بتعرفوا انه الكانسر سيلز بتطلع انزيمز خاصة فيها، مش هيك؟ كاينيز تايرانيز مش عارفة ايش. كمان الانزيمز، مش بس الانزيمز، الريسبتورز تتغير. هلأ انتو بتعرفوا انه في عنا فوليت ريسبتورز بقلب جسمنا، بس الفوليت ريسبتورز تكتر اكتر اكتر في الكانسر سيلز، اوكي خصوصا بريست كانسر. طيب ليه ما نعمل كارير اوكي كبير شوي زي ما قالت سميرة، ونحط كمان اذا بتحبوا نحط عليه فوليك اسيد على الكارير عشان يشبك بالفوليت ريسبتورز تبعون النيو بلاستيك سيل. اذا الفوليت ريسبتورز بتزيد اكثر بكثير بالنيو بلاستيك سيلز، فممكن احط انا على الكارير فوليك اسيد حتى ازيد السبيسيفيسيتي اوف ماي كارير، او اعمل الكارير ما بيتكسر ما بيتكسر الا بالانزيم اللي موجود في النيو بلاستيك تيشو، وبالتالي انا عم بزيد السبيسيفيسيتي لا الدليفري. هاي براز هاي بلازمونوجين كمان في التيومر سيلز. اذا التيومر سيلز الان صار عليهم، حكيت لكم انا، كانت ولا تزال ان التيميت اريا اوف ابليكيشن، لذلك راح تشوفوا كثير دراسات كثير دراسات وكثير استراتيجيز وابروتشز حتى نعمل تارجتنج للنيو بلاستيك سيلز. في كمان مثال ثاني عن العين مش موجود هنا، الاوكيلر هيها الانتجريتي اوف ذا اوكيلر تيشو شود بي تيكن تو كونسيدريشن. انتوا بتعرفوا انه لما نحط الدواء بقلب العين، نحط القطره بقلب العين، في عندنا بالدمع عندنا بروتين، الدواء رح يعمل بروتين بايندينج. اذا بيعمل بروتين بايندينج ممكن الدواء يعمل بروتين بايندينج في البروتين الموجود في التير فلويد. اوكي فانا شو بعمل؟ الدواء رح يعمل protein binding I will lose it لأنه ما رح يمتص، رح يصير كبير. هاي مش مثل protein binding في البلازما، اللي في البلازما كتير حلو لأنه بيطول لي half life لأنه ما رح يمتص، فرح يصير عندي half life طويلة بقلب الدم. ف it's used actually to increase the half life. بس تعالوا على العين، إذا عملنا protein binding والresistance time بقلب العين قصير جدا جدا من دقيقة لدقيقتين، معناته الدواء اللي عمل binding I will lose it. فشو احنا بنعمل عادة؟ احنا بنحط excess، رح احط بالدواء بالقطرة excess of the drug، رح احسب بالضبط قدي في عندي بروتين بالتير فلويد، رح احط excess من الدواء بحيث انه الاكسس يكون كافي للامتصاص وانه يعطيني therapeutic dose. طيب تيجي العين صار فيها inflammation، وانتو بتعرفوا بالinflammation الكابيلاريز بتصير dilated، بزيد البروتين اللي بيطلع بروتين، بزيد البروتين بقلب التير فلويد. طيب لما اجيتوا عملتوا ديزاين، did you take into consideration a normal eye ولا الانفلامد اي؟ اذا كل هاي امثله على الباثولوجيكال تشينجز ذات شود بي تيكن انتو كونسيدريشن. اذا لازم تطلعوا في حاله المرض
تو الفسيولوجي، التغييرات اللي حصلت في الفسيولوجي، وممكن زي ما قلت لكم نستغلها بديزاين معين. البيشنت as I told you، البيشنت مثلا بدي اعمل امبلانت لواحد نايم بالمستشفى او في غيبوبه او بيقدرش يتحرك، بيختلف طبعا عن واحد بيقدر يبلع حبه الدواء او انه واحد بده يروح على البيت. ممكن واحد بالمستشفى اعطيه اي في انفيوجن، بس واحد بده يروح في البيت ما بقدر اضلني معطيته الاي في انفيوجن. اليونج اولد بيقدر يبلع ما بيقدر يبلع، كله هذا شو بي تيكن انتو كونسيدريشن. اذا عندنا ست جوانب very important، لا تنسوا ولا واحد، they are equally important. اوكي، مش معناته اذا احنا قعدنا نحكي بس على رقم واحد واثنين هدول معناته البقيه مش important، لا كلهم important، كلهم should be taken into consideration. بس as I told you رح اركز انا على رقم واحد ورقم اثنين، بجوز لانه فيهم parameters كثيره. رقم واحد لانه فيه parameters كثيره، الان رح احكي عن اهم parameters هدول وتأثيرهم، رح تشوفوا more examples وتأثيرهم على الديزاين وكيف that we should take them into consideration. هلا الروت اوف administration اصلا احنا طلعوا على السيلابس تبعكم بتشوفوا انه احنا مقسمين الماده على الروتس اوف administration، اورال، بكال، سبلينجوال. اصلا يعني الكتب تبعون دراج ديليفري معظم الكتب بتلاقيها كمان مقسميتهم الى الروتس اوف administration. يعني لما نحكي احنا عن ديزاين اوف ترانسديرمال ببلش لكم بالاناتومي وبالفسيولوجي، لذلك راح تشوفوا ببدايه كل topic، ببدايه كل transdermal drug delivery مثلا او buccal drug delivery او oral drug delivery رح نحكي شويه anatomy. عم بحكي شويه anatomy، ما رح احكي كل الاناتومي، رح احكي الاناتومي اللي يعني رح اهتم فيها بالديزاين. نفس الشيء هون، هدول انتم كلهم دارسينهم، اخذتوهم بالميديسينال، اخذتوهم بالفارماكولوجي، اخذتوهم بالبايوفارماسيتكس والكاينتكس. رح ارجع استعرضهم بسرعه لانه قلت لكم انه هدول رح نمر عليهم كثير سريع، نستعرضهم بسرعه ونتطلع بس على ايش انا بهمني الان في الديزاين. ما رح احكي كل الديتيلز عنهم لانه يو ار فاميليار وذ ذم، رح احكي بس استعراض لاهم النقاط اللي بتهمني الان في الديزاين. طبعا في نقاط ثانيه، ولا تنسوا انه كل الباراميترز هدول، كل الفاكتورز ار امبورتنت. سو ليتس ستارت توداي وذ ذا دراج بروبرتيز. رح أبلش بالفيزيكوكيميكال and then I will go to the biological properties. Okay. أسف على المقاطعة، بس ممكن أسألك عن الكابيلاري لما حكيتي لما بدي أعمل كارير. هلأ الكابيلاري بدي أعمله مثلا، ما بدي يمر بالكابيلاري، بعمله كبير شوي، بس لما أعمله كبير شوي الفاجوسايتوسيس أو المايكروفاج اللي بالدم رح تاخده. Yes. Yes. أنا ما بدي تأخذ الميكروفاج مثلا، أنا بدي يروح للكبد. طيب كيف بدي أصغره أكثر يعني، ولا يكون ما بين الكابيلاري سايز اللي بيدخل الكابيلاري وما بين سايز؟ لا هايدة سميرة. هلا بإمكانك تلعبي بالسايز، أوكي رح نشوفه لما نحكي عن البيولوجيكال أبروتش ليتر أون. بإمكانك تلعبي بالسايز، أوكي، أو باللايبوفيليسيتي هايدروفيليسيتي أو بالسيرفيس تشارج تبعت الكارير، وبإمكانك هلا مصيره بالنهاية ريتيكولو اندوثيليال سيستم. بس إذا بدك ما تاخذوا الريتيكولو اندوثيليال سيستم بدك تعملي ستيلث. تعرف شو يعني ستيلث؟ نرجع لكلمة ستيلث. أخفيه. بدك تخفيه، تعملي له كوتينج في بولي إيثيليني جلايكول فور إكزامبل. يعني هذيك المرة اتصلت فيي وحدة عندها حساسية، عندها تحسس من أشياء كثيرة، فاتصلت فيي بتقول لي إيش نوع مطعوم كوفيد آخده لانه انا عندي حساسيه على البولي ايثيلين جلايكول، ايش في مطعوم ما فيهوش بي اي جي. هلا انا ما بعرف ايش تركيباتهم، لكن دغري خطر في بالي قالوا لها جونسون اند جونسون بامكانك تستخدميه، لكن البقيه كلهم في بولي ايثيلين جلايكول. فات سيمز انه مستخدمين البولي ايثيلين جلايكول في الكارير تبعون الدراج ديليفري. هلا ما بعرف اذا كان عاملينهم ستيلث ولا حاطينه اسكو سولفنت، لانه حتى بالمطعوم الصيني في بي اي جي. فاذا البي اي جي يس يستخدم، احنا حكينا زمان بنستخدمه اسكو سولفنت، بولي ايثيلين جلايكول 200، بولي ايثيلين جلايكول 400، اتس سيف وبينعطى بالبارنترال فورميليشنز. كمان ممكن نستخدمه تو كوت الكاريرز حتى اعملهم ستيلث. اوكي، نيجي على صفات الدواء. هلا صفات الدواء ايش بياثروا؟
أكيد بيأثروا على الدراج ريليز وأكيد بيأثروا على الكايناتكس. أوكي؟ So, let's go and see together كيف صفات الدواء مهمات في الديزاين. إذن, a development of controlled drug delivery requires a complete knowledge of the intrinsic properties of the drug and the ways in which it can influence the design of the system. وهذا بدنا نطلع عليه, نطلع على بعض من الصفات هدول الفيزيكوكيميكال والبيولوجيكال وكيف بيأثروا على الديزاين تبعنا. هلا حتى اوضح لكم الصوره مره ثانيه, احنا حكينا بالكونفنشن, احنا في عندنا قبل ما احكي هذا الحكي في عندي انا دواء drug in dosage form رح يصير له ريليز, رح يصير عندي drug in اوكي at site of administration او actually free drug at site of administration. رح يصير الآن absorption, رح يصير عندي drug in general in blood general circulation. okay, إذن أنا حكيت سابقا إنه أنا عندي خطوتين مهمات, عندنا الريليز وعندنا الابسوربشن اوكي يلي بتحكموا في الباي افيلابيلتي للدواء. حكينا بالconventional dosage forms الريت ليميتنج ستيب هي الابسوربشن, الريت ليميتنج ستيب للدراج باي افيلابيلتي از ذا ابسوربشن, بينما في الكنترولد ريليز الريت ليميتنج ستيب هي الريليز. اوكي, اذا اللي بدي اقول لكم اياه انه بالconventional الريليز اسرع ما ممكن, ف much faster than the absorption, فاحنا بندور على اسرع 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 release possible. وشركات الادويه as I told you بدوروا على اسرع disintegration, لما تعمل حبه الدواء بتدور على اسرع disintegration, اسرع dissolution, و actually الدواء اللي دقبته بطيئه رح يعاني من poor bioavailability لانه الابسوربشن بطيء فالريليز بصير ببطا شوي فبصير عندي poor bioavailability, بينما بالcontrolled release احنا قلنا الريليز ابطا بكثير من الابسوربشن. اوكي, الريليز ابطا بكثير من الابسوربشن وبالتالي it's controlled و that's why we said it is controlled release. هلا طب ليه ما خليت هون controlled absorption وخليها controlled by absorption, because we cannot control absorption. يعني ليه مثلا تعالوا بالترانسديرمال, بالترانسديرمال الريليز اسرع بالترانسديرمال الابسوربشن ريت ليميتنج ستيب, طب ليه ما اعملها controlled by absorption through the skin by the permeability of the skin, simply because I cannot control absorption. ولذلك بتلاقوا الباي افيلابيلتي طالعه نازله, you cannot control absorption, وبما انها الابسوربشن هي الريت ليميتنج ستيب بالconventional dosage forms بتلاقوا الباي افيلابيلتي طالعه نازله طالعه نازله حسب الابسوربشن, بينما بالcontrolled release you can control الريليز. اوكي, مهما كان في هذا طالع نازل رح يضل ابطا اسرع بكثير من الcontrolled release, يعني it's controlled by the release, الريليز هي الابطا, هي الريت ليميتنج ستيب وهي ثابته. يعني اذا حطيتوا الدواء على ظهر الايد او حطيته على الظهر او حطيته على الرجل اكيد الابسوربشن فاريبل عم يختلف الابسوربشن, بس الريليز ابطا والريليز كونستانت, يو كان كنترول ذا ريليز. فسواء حطيتوا الباتش على الظهر, حطيتوها على الايد, حطيتوها على الرجل, حطيتوها وين ما كان, المفروض انه ما في فاريشنز. ليش؟ ليه؟ لانه الريت ليميتنج ستيب هي الريليز اند ات از كنترولد. لذلك ما لجأت مثلا بالترانسديرمال اني اخلي controlled by الابسوربشن by the permeability of the skin, لا, حطيت absorption enhancer قد ما بقدر قد ما الله اعطاني, حطيت absorption enhancer خليت الابسوربشن عالي and then لعبت بالريليز خليته ابطا وخليت الموضوع controlled by the release لانه بقدر اعمل control على الريليز. اذا هدول النقطتين لا تنسوهم, تكرروا علينا كثير, حكينا فيهم كثير, they are very important. okay, ولا تنسوا من الريت ليميتنج ستيب بالconventional وبالcontrolled release formulations. طيب بما انه controlled release كيف بقدر اعمل control على الريليز, شو هي الميكانيزمز by which I can control
الريليز فيهم. في عندي different mechanisms اللي نتحكم بالريليز، مثل مثلا dissolution controls. تعال أقول لكم مثلا، عندك فلقة صابونة، صابونة عم بتغسلوا ايديكم فيها، الصابونة عم بتدوب شوي شوي والدواء عم يطلع من قلبها. تعرفوا في انواع صوابين بيكون بقلبها اعشاب ومش عارفة ايش. اوكي، تخيلوا حالكم عمالكم تغسلوا ايديكم، كل ما تدوب طبقة من الصابونة بيطلع الدواء. نو ايماجين البوليمر مثل الصابونة، بوليمر صلب البوليمر مثل الصابونة وبقلبه الدواء، كل ما يدوب طبقة من البوليمر بيطلع الدواء اللي موجود وراها. So it's dissolution control. كمان dissolution control could be controlled by the dissolution of the drug itself. أخذتوها بتعرفوا ممكن تعمل suspension، بدل ما تعملوا solution اعملوا suspension. So we'll talk about dissolution control later on. عنا diffusion control، حكينا شو يعني diffusion. إنه ينتقل حسب ال concentration gradient. إذا ال driving force في ال diffusion control هي ال concentration gradient، فرق ال concentration. تعرفوا أحلى مثال عليها كلكم تعرفوها، لما تحط جبنة بمي مشان تحليها، طلعتوا الجبنة من المرطبان كتير مانحة ما بتتاكل، تنقعوها بمي، بكاسة مي، بسطل مي، whatever، تتركوها لفترة مناسبة وكل شوي بتغيروا عليها الميات حتى يطلع منها الملح. إذا الملح كيف بطلع؟ الملح بدوب جوا الجبنة أو دايب لأنه فيها مي. اوكي، وهي الدليفري سيستم، الجبنه مثل حبه الدواء، الدواء ممكن يكون دايب بقلب البوليمر او الدواء ممكن يكون ديسبيرست بقلب البوليمر. فالجبنه مثلا دايبه او ممكن تكون ناشفه والجبنه مش دايبه بقلبها. سو لما احط انا الجبنه بقلب سطل المي، بدخل المي جوات الجبنه بدوب الملح اللي مش دايب، and it will create a concentration داخل الجبنه. الان صار عندي concentration جوات الجبنه let's call it 100، اوكي، وبرا let's call it zero. اذا عندي انا 100 وهناك zero، الفرق كتير بيناتهم، هذا هو ال concentration difference او ال concentration gradient، هذا اللي رح يخلي الملح يطلع من الجبنة باتجاه الزيرو، من ال 100 باتجاه الزيرو، من ال high الى ال low concentration. اذا بال diffusion controlled لا تنسوا اول خطوة مفروض انه يصير dissolution للدواء to create a concentration. وبتتذكروا بالصيدلانيات حكينا بالديفيوجن كنترول لازم يكون عندي موليكيولز او سمول بارتيكلز حتى يكون فيها براونيان موشن، لانه اساس الديفيوجن هي وجود البراونيان موشن. طالما ان وجد البراونيان موشن حيتحرك من الهاي الى اللو كونسنتريشن. نفرض احنا عندنا طلاب قاعدين بقاعه بي 1 101 وبدنا ننتقل لبي 1 103، اذا واحد كسوله ما بتحرك وما بيمشي كيف بده يطلع، كيف بده ينتقل من قاعه لقاعه؟ فإحنا بدنا إنرجي للسيستم، يكون في نشاط وبنفس الوقت يكون في نوع من الحركة حتى يقدر يطلع من قاعة لقاعة تانية. أوكي؟ إذا diffusion controlled بتعتمد على فرق الconcentration. degradation controlled، أنا البوليمر اللي عندي الآن، نرجع لفلقة الصابونة، الصابونة اللي معي ما بتدوب لكن بتتفتفت، فما بتدوب لكن بتتفتفت، فبتتفتفت بدخل البادي فلويد جواتها، تتفتفت أول طبقة بيطلع منها الدواء، فبصير تتكسر ويطلع الدواء اللي جواتها. This is degradation controlled. إذا dissolution controlled عم بدوب البوليمر، degradation controlled البوليمر تبعي ما بدوب لكن عم بصير له شوي شوي bio erosion أو bio degradation. رح أستعمل كلمة bio degradation أو bio erosion. أوكي. حتى أعبر، كتبتها غلط مش عارفة كيف كتبتها، degradation. أوكي. حتى أعبر عن البوليمر اللي عم بصير له erosion أو degradation شوي شوي وببدأ الدواء يطلع منه. مرات بصير عندي mixed mechanisms، يعني الصابونة تبعتي بتدوب وبنفس الوقت الدواء عم يطلع منها. أوكي. So I have a combined dissolution and diffusion controlled processes. So sometimes you can get two processes مع بعضهم. أحيانا الصابونة بتدوب وما بتروح بطريقها، حطوا جيلاتين بقلب المي بدوب لكن بعمل طبقة هلامية، صح؟ أوكي. فبالبداية كان dissolution controlled، لكن لما تكونت الطبقة الهلامية صار الدواء يطلع
من خلال الطبقه الهلاميه باي ديفيوجن، فممكن تبدا بالسوليوشن وتنتهوا بالديفيوجن كنترول. اذا يو كان هاف وان ميكانيزم، يو كان هاف كومبايند ميكانيزمز، يو كان هاف يو كان ستارت وذ وان ميكانيزم لساعتين ثلاث ساعات، بعدين يو اند اب وذ انذر ميكانيزم، وممكن يكون عندكم 3 ميكانيزمز. اوكي، ات ديبيندز اون ذا ديزاين. هلا كيف بتعرفوا إذا dissolution ولا diffusion ولا dissolution and diffusion ولا dissolution then diffusion؟ طبيعي you can imagine إيش اللي بيحصل معكم. بتراقبوا delivery system مظبوط، هي عمالها بتدوب، والله إذا طلعت حواليها طبقة هلامية معناته أنا رح أشك إنه ممكن يصير عندي diffusion. بنتبه مثلا عند الساعة الرابعة تغير عندي الريليز بروفايل، بدأ يعطيني خط مستقيم فجأة عم يعطيني خط تاني. أوكي، إذا نتغير البروفايل، كان الريليز سريع صار الريليز أبطأ، فبدور باخذ الداتا الأولانية وبعدين باخذ الداتا الثانية وبشوف if they fit the dissolution أو diffusion control. إذا عندي أنا equations I will fit my data to the different models حتى أشوف مين اللي عم بتحكم بالريليز تبعي. degradation control ده لا، ممكن البوليمر تبعي عم سيله degradation بس بنفس الوقت هو permeable عم بمر الدواء، so I can have diffusion and degradation at the same time. Okay, and we'll talk about this later on. Swelling control. أنا عندي delivery system. تعرفوا الطابات الهيدروجيلز اللي بتحطوها بقلب المي الملونين هدول تبعون الزريعة، بتشتروهم بدينار ولا بعشرين قرش، رخاص كتير. بتحطوهم بقلب المي بينفشوا، بتحطوا فيهم الورد الزريعة، منظرهم كتير حلو، بيلعبوا فيهم الأطفال الهيدروجيلز، بعدوا يلعبوا فيهم. هلا هدول الهيدروجيلز، let me show you. Right. هيدروجيلز. أفرجيكم إياهم. هدول. طلعوا. هيهم شايفينهم؟ لا، في أحلى منهم صور. أيوة. There they are. عرفتوهم؟ عرفتوا عن إيش عم بحكي؟ هدول عرفتوهم؟ أوكي، هدول بيكونوا كتير صغار. طابات كتير صغيرة. لكن لما تحطهم بالمي بنفشوا بهذا الشكل. اوكي، بدخل جواتهم المي، طبعا هي شبكه من البوليمر بهذا الشكل، تنفش وبتكبر وبيبدا الدواء يطلع منها. اذا بتكون كثير صغيره زي نقطه وبتكبر بصير لها سويلينج، بصير الدواء يطلع منها وهي عم تصير لها سويلينج. سو اللي بدي اقول لكم اياه انه سويلينج كنترولد بيكون عنده حبات بيكونوا كثير صغار، مش شايفه اذا هيها، بيكونوا كثير صغار بنفشوا بيبدا الدواء يطلع منهم لايك like ذس، صغيرة تنفش وبصير الدواء يطلع منها. أوكي، طبعا لما تنفش الشبكة بتكبر فبصير more permeable للدواء، شبكة البوليمر، هاي شبكة من البوليمر، لما تنفش الشبكة تبعت البوليمر بتتوسع بصير more permeable للدواء as you can see there. أوكي، إذا هذا هو الهيدروجيل. So عم بصير by swelling. طيب is it by swelling ولا is it by diffusion؟ ما هو عم يطلع الدواء منها by diffusion. So it could be swelling controlled. It could be diffusion controlled. وممكن يتكسر ويكون degradation controlled. فبدنا نتأكد شو الميكانيزم اللي بتتحكم بالريليز تبعنا. طبيعي رح تاخذوا الداتا الان فيترو داتا. انتوا شو بتعملوا؟ انتوا بتعملوا dissolution. بتحطوها بالdissolution apparatus. وبتبدوا تاخذوا عينة كل 10 دقائق، كل 20 دقيقة. بعدين you have different equations. You fit your data على الإكويشنز المختلفة. إذا عملتوا مثلاً the quantity release versus the time وأعطاكوا خط مستقيم, it could be diffusion controlled. إذا كان the solution في عندكوا equation تانية بتحطوها. إذا كان degradation عندكوا equation ثالثة. إذا كان swelling عندكوا another equation. Okay. So you have to check مين الداتا تبعتكم انطبقت عليها. أنا بتذكر عملت عندي طالبة ريليز ل 24 ساعة. لما نعملنا فيتنج للداتا اللي طلعت معنا الانفيترو ريليز داتا، ظبطوا على الايكويشن تبعت السويلينج. فلما سألت الطالبة كيف كان شكل الحبة خلال الاكسبيرمنت، قالت لي خلصت ال 24 ساعة والحبة كانت بعدها عم تنفش. يعني ما تفتفتت نهائيا. So it's not degradation controlled. Which was true proved by the data اللي طلعت عنا. فالحبة كانت لا تزال عم تكبر وتكبر 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 خلال ال 24 ساعة. بجوز ما بتلاحظوها بأول ساعتين ثلاثة، لكن على ال 24 ساعة تغير شكل الحبة. فدائما دائما لما تعملوا ريليز
راقبوا راقبوا، خلي يكون عندكم فيجن شو اللي عم بصير، صوروا صوروا الاكسبيرمنت في بدايتها، صوروها بالنص، صوروها بالاخير، حاولوا شوفوا كيف الفورميليشن تبعتكم عم بتغير شكلها. اوزموتيك بريشر بتعتمد على فرق الاوزموتيك بريشر ما بين الدليفري سيستم والخارج الدليفري سيستم اللي هو بالجسم، زي الفرق الكونسنتريشن، بس هذه فرق الاوزموتيك بريشر. كومبلكسيشن ممكن تعملوا كومبلكسز، مثلا الدواء تحطوه بقلب السايكلودكسترين تعملوا دراج سايكلودكسترين كومبلكس، اذا ممكن نعمل كومبلكسيشنز حتى نزيد من نقلل مثلا من السوليوبيليتي، او نعمل تارجتنج كاريرز كومبلكسز مع الكاريرز. ذا كومبلكسيشن از ا بروسيس. ايون اكستشينج رح نحكي عنها ليتر اون، رح نستخدم ريزن. اذا دواي بوزيتيفلي تشارج رح احطه مع ريزن نيجاتيفلي تشارج، وداخل الجسم الدواء بتبدل مع مثلا الهيدروجين بالمعده. اذا دواي نيجاتيف رح اشبكه على ريزن يبقى بوزيتيف، وبالمعده دواي رح يطلع ويشبك محله الكلور بالمعده. فاذا ايون اكستشينج عمليه اكستشينج ما بين الدواء والالكترولايت موجود في الجسم على الرزن اللي هو الاساسي اللي احنا استخدمناه وشبكنا معه الدواء. في many other mechanisms اوكي رح نشوفهم later on، بس هدول اكثر اشياء موجود. احنا رح نركز كثير على الديفيوجن، رح نحكي الاوزموتيك بريشر، رح نحكي الايون اكستشينج، رح نحكي الديجراديشن والسويلنج، رح نحكيهم معظمهم. Physicochemical properties. إذا خلينا نبلش بالphysicochemical properties. Let's start with the aqueous solubility. أهم الأشياء. حكيت لكم قبل شوي. إذا الدواء بده يصير له امتصاص passive diffusion by passive diffusion لازم يبقى soluble. لازم يبقى السايز تبعه صغير. يعني أنا بدي المولكيولار size السايز بدي small size اللي هو بشكل المولكيولز. المولكيولز بتعطيني small size compared لبارتيكل مش دايبة اوكي، وهي بتهمني للابسوربشن وبتهمني للريليز. اذا الاكويس سوليبيليتي important في عمليات الابسوربشن والريليز اوكي. اذا الريليز كان diffusion controlled dissolution is the very first step، فلازم يكون عندي enough solubility للدواء حتى يقدر يعمل عندي to create a concentration gradient حتى يبلش الريليز، وحتى يكون كمان له براونين موشن ويبقى السايز تبعه صغير حتى يمتص عبر الممبرينز. اذا احنا عم نقول الاكويس سوليبيليتي من الصفات المهمه، ضروري دواي يبقى عنده some aqueous solubility حتى يقدر يمتص وحتى يقدر يصير له ريليز اوكي. اذا for drugs to be absorbed they must be in solution، خاصه اذا عم نحكي عن passive absorption. هلا must be in solution رجعنا للكاريرز، الكاريرز ما رح يدوبوا، they must be small in size و preferably in solution. يعني هلا اذا كان الدواء كارير رح يمر من التايت جنكشنز، مش شرط يكون in solution. نفرض أنا بدي أعطي أورالي، بدي أعطي إنسولين أورالي وبدي أحميه من الديجراديشن بالجي آي تي، رح أحطه بقلب سمول كارير. إحنا قلنا الكارير رح يمر عبر التايت جنكشنز وما بدي يعمل ريليز إلا لما يطلع من التايت جنكشنز أوكي. هلأ بيجي النقطة المهمة الآن، إنه كمية الدواء اللي رح يصير لها امتصاص كتير قليلة إذا مرق عبر التايت جنكشنز بقلب الكارير، لكن خدوا بالمقابل لو أعطيته الإنسولين as free insulin free مش بقلب الكارير، صفر البيو availability لأنه كله رح يصير له degradation. يعني أنا I sacrificed الكمية اللي رح يصيرها امتصاص مقابل إنه جزء منه ينفد. هلأ هون بتعتمد على الجرعة، إذا جرعة الإنسولين قليلة جداً معناته هالكمية القليلة اللي صار لها امتصاص is sufficient to give me a therapeutic dose. Okay؟ إذن نرجع رح نحكي عن الاستثناءات لاحقاً هاي. إذن معناته كقاعدة أنا لما نيجي على ال conventional dosage forms، على ال conventional dosage forms حتى الدواء يمتص لازم يدوب. Okay؟ يمتص ب therapeutic dose لازم يدوب.
وناخذ قاعده، ناخذ قاعده الان، الادويه اللي بتعاني من poor oral bioavailability اول إشي تروح تدوروا عليها solubility، الاكويس solubility. يعني اذا جبت لي الدواء قلت لي هذا الدواء له poor bioavailability، اول سؤال راح اسالك اياها قديش الاكويس solubility له. هلا اذا مش موجوده بالليتريتشر جو ستدي ات، عمل لي الاكويس solubility، شوف لي قديش solubility له. مرات ما بنلاقيها، مرات بيكون عندنا الدواء مختلف، ماخدين كريستالاين، ماخدين امورفس. دائما اول شيء لما يشتغلوا طلابنا وناخذ الدواء جديد، نشتري الدواء، بقول لهم شيكوا على السوليبيليتي تبعت الدواء، اوكي؟ حتى لو مكتوبه بالليتريتشر بنشيك على السوليبيليتي من اسهل الاكسبيرمنت. تشيك ذا سوليبيليتي اوف يور دراج، هاي واحده من الاساسيات. اذا الادويه اللي إلها بور اكويس سوليبيليتي راح تعاني راح تعاني راح تعاني من poor bioavailability after oral administration. ليه؟ لأنه مش بس دائبيتها قليلة ما راح يدوب، راح يكون عندنا incomplete dissolution، وبالتالي راح يأثر على الامتصاص، على الكمية راح تمتص. لا كمان ال dissolution بده وقت، يعني انتو عندكم solubility 100 ملغرام per مل، بس هال 100 ملغرام بدها 4 ساعات تدوب، وانتو بتعرفوا انه residence time بالجي اي تي is limited، وخصوصا بالمعدة. احنا كل الجي اي تي قلنا عنها قديش، قلنا اليوم قلنا 12 ساعة، وراح احكي ليتر قلنا 12 ساعة، بس تذكروا الرقم هاد، الريزيدنس تايم بالجي اي تي بيعتبروه 12 ساعة. مش تقول لي واحد عنده constipation 3 ايام بعتبره نورمال، اه بعتبره نورمال. هلا احنا بنحكي اذا اجاكم على الصيدلية مريض بيقول لكم مثلا هو عنده constipation هي اور شي ديد نوت باس تول لمدة مثلا 24 ساعة او 48 ساعة، بتقول له اتس اوكي ويت، اذا عدت 72 ساعة بنشك انه ممكن يكون عن جد constipated. هلا لانه residence time up to 72 ساعة، لكن انا ما بقدر اعطي delivery system ل 72 ساعة وانا ما بعرف طلعت ولا بعدها ما طلعت من الجي اي تي. احنا بنقول 12 ساعة، انا ضامنة خلال 12 ساعة انه ما طلع من الجي اي تي حسب النورمال فيسيولوجي. لغاية 12 ساعة ما بيكون إشي طلع من الجي اي تي، اوكي؟ فلذلك اعتمدوا ال 12 ساعة as residence time للجي اي تي. هلا إذا بدنا احنا ل 24 ساعة بدي أغير بالفسيولوجي، بدي أغير بالديزاين، بدي أعمله بايو أدهيسيف، بدي أقلل الموتيليتي للجي اي تي، بدي أحاول أغير إشي بحيث إنه أزيد الريزيدنس تايم. إذا اتس ليميتد، فما بالكم بالمعدة، إذا كل الجي اي تي 12 ساعة، المعدة بنعتبرها احنا ساعتين. المعدة الفاضية تتراوح ما بين نص ساعة لساعتين، فأنا رح أخذها على أساس ساعتين. طب إذا الدواء بده 4 ساعات ليدوب، معناته الدواء ما داب. وعادة عادة الأدوية اللي ذئبيتها قليلة، الأدوية اللي ذئبيتها قليلة بتاخذ وقت كمان طويل to dissolve، فالديسوليوشن كمان بيكون بطيء. هلا انتبهوا لما قلت لكم السوليبيليتي إذا فيزيكو كيميكال بروبرتي، بس الديسوليوشن لا، ديسوليوشن لانه بيعتمد على ممكن تعمل البارتكل سايز صغيره. ديسوليوشن هو الزمن اللي بياخذ لحتى يدوب، وبتعتمد على البارتكل سايز، بتعتمد على الكريستالينيتي، بتعتمد على قديش بتحركه، بتعتمد على كميه على السولفنت، على حراره السولفنت، بتغيروا الحراره بتزيدوا السوليوشن اذا بدكم، بتسرعوها خلينا نحكي، اوكي؟ رايت يس. شو الفرق بين سوليوبيليتي وديسوليوشن؟ السوليوشن على نفسها solubility بس بتكون داخل الجسم؟ نو 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 نو. هلا انت عندك كاسة شاي بتحطي فيها سكر، كاسة الشاي ممكن تدوب 10 معالق سكر، اوكي؟ صح؟ مثلا كاسة الشاي السخنة ممكن تحطي فيها 10 معالق سكر، العشر معالق سكر لما تحطيهم بكاسة الشاي بيدوبوا مباشرة ولا بياخذوا وقت؟ لا بياخذوا وقت. هذا هو الديسوليوشن، هو الريت، الريت اللي بدوب فيها ممكن ياخذوا معك ساعه وانت تدوبيهم، لكن ممكن تحطي معلقه وتدوبيها او معلقتين او ثلاثه، لكن السوليبيليتي هي 10 معالق. ممكن تحطي معلقه وتقولي هاي المعلقه اخذت دقيقتين عبين ما تدوب، فالديسوليوشن هو الوقت اللي بياخذه لحتى يدوب. لو انت حاطه 100 ملغرام الريت مثلا بدوبه 1 ملغرام بير مينت، معناته كم دقيقه بدك لحتى يدوب ال 100 ملغرام من الدواء؟
بدك 100 دقيقة، صح ولا لا؟ أوكي؟ أوكي، بس يعني الذائبية نفسها اللي هي solubility، بس solution الوقت اللي برافو عليك، الذائبية physical property ثابتة، بس ديك تحدد temperature الذائبية على 20 degrees تختلف عن الذائبية على 30 degrees، صح ولا لا؟ تحددها temperature، فهي physical chemical property ثابتة. يعني أنت لما تقولي ذائبية المادة الفلانية 5 مليغرام بير مل، خلاص هاي الماكسيمم أماونت اللي ممكن تدوب، بس الديسوليوشن هو الوقت الداخل. تعالي على السكر اللي حطيتيه على كاسة الشاي وطحنيه، اطحنيه بدوب أسرع، حركي بدوب أسرع وأسرع، حركي بسرعة 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 بدوب أحسن، صح ولا لا؟ أوكي، إذا الديسوليوشن ريت هي الزمن، ريت it's a rate. أوكي، إذن هاي خدوها قاعدة. الأدوية اللي إلها poor aqueous solubility بتعاني من oral bioavailability problems. For most drugs، لا كمان عندنا مشكلة تانية خاصة بالأورال. المشكلة بالأورال إنه معظم أدويتنا are weak electrolytes، يا weak acids يا weak bases، ومعظم الأدوية على فكرة weak acids، sorry weak bases، آسفة، كتير من الأدوية weak bases. بتلاقي بدوب بالمعدة بترسب بالأمعاء، أو بدوب بالأمعاء بترسب بالمعدة. يعني الدواء إحنا لما ناخد المعدة هي المكان اللي بتعمل dissolution، صح ولا لا؟ أخذت الدواء، المعدة وظيفتها إنه تكسر اللارج مولكيول digestion. شو يعني digestion؟ شو يعني digestion؟ digestion يعني أحطم اللارج مولكيولز into small soluble مولكيولز، اللارج particles أو الأكل أحوله إلى small soluble molecules. شو يعني؟ يعني حولت الأكل ل soluble molecules، يعني dissolution يا جماعة. فالمعدة وظيفتها الرئيسية dissolution، أوكي؟ فالمفروض إنه الدواء لما أعطيه يصير له disintegration and dissolution بالمعدة، بوصل للأمعاء، أوكي؟ ممكن إذا كان enteric coated يصير dissolution بالأمعاء، بس إحنا عم نحكي عن conventional dosage form عادية، بوصل للأمعاء، المكان اللي بيصير له امتصاص هو الامعاء لانه سيرفيس اريا كبيره. هلا في دواء بيمتص من المعده، وفي دواء بيمتص بيصير له ديسوليوشن وابسوربشن من الاورال كافيتي كمان اذا بدكم، بس احنا بناخذ بس الاورال كافيتي ريزنسايم قليل، السيرفيس اريا قليله، اوكي. فخلينا ناخذ الميجر لكل منطقه في لها ميجر فانكشن بالمعده، الميجر فانكشن ديسوليوشن. فالدواء بتوقع يدوب بالمعدة يوصل الأمعاء دايب، بيقوم بوصل الأمعاء لأنه تغيرت البي اتش بيقوم بترسب، بس دونتوري حتى لو ترسب رح يترسب as fine particles. بس الفكرة منها إنه لمعظم الأدوية the site of maximum absorption will also be the site in which the drug is least soluble. يمتص هون ترسب، طب كيف بدي إياه يكون bioavailable؟ فهي مشكلة رح تشوفوا هالvariability قديش كبيرة بالجي آي تي بالأورال، ورح نشوف limitations بالأورال بسبب التغييرات. يعني مثلا هاي ليش عندي هذا الحكي؟ لأنه البي اتش تغيرت، والريزيدنس تايم تغير، والسيرفيس اريا تغيرت من منطقة لمنطقة. بس تعالوا على دواء حطيتوه على السكن، ترانس ديرمال دراج ديليفري، كل شيء ثابت. لو بتحطوه على السكن لأسبوع السيرفيس اريا ما بتتغير، البي اتش ما بيتغير، اوكي. فإذا هالفاريابيليتي اللي شفناها بالأورال التغت كلياتها بالترانسديرمال. لذلك أنا شو قلت لكم ببداية المحاضرة؟ قلت لكم لكل روت في لها خصوصيات. الترانسديرمال أحسن من الأورال من هاي الناحية، هالفاريشنز ما بنشوفها، it's not variable، بس الأورال أحسن منها من نواحي تانية كتيرة، it's more permeable، larger surface area. بس وين بترسب الأورال؟ بترسب بالفاريابيليتي، رح يخلي الدواء كتير ليميتد، كتير ليميتد. فالدواء اللي ما بقدر أعطيه أورالي بجوز ألجأ أنا للترانسديرمال، بالرغم من إنه البيرميابيليتي بالترانسديرمال قليلة. إذن كل روت إلها خاصية أحسن من الروت الثاني، بس إلها خاصية أسوأ من بقية الروت، وهي الخصوصيات اللي رح نشوفها لما نحكي عن الروتس أوف أدمينستريشن. النقطة الثالثة اللي بدي تعرفوها، slightly water soluble drugs، حكيناهم بالليميتيشنز. شو قلنا عنهم؟ نرجع للليميتيشنز، على الليميتيشنز نرجع. شو قلنا على slightly soluble drugs؟ poorly or slightly soluble drugs in which the rate of dissolution is rate limiting in their release، هدول
رح يكونوا difficult to formulate. نرجع قبل شو حكينا؟ حكينا عن ال poor dissolution. وين حكيناها؟ Let's see. مش هون. Slow absorption, toxicity, expensive, restricted. حكينا عن residence time إذا بتتذكروا. Okay. إذا حكينا عن dissolution هي معناته حكيناها هون. الأدوية اللي بتعاني من poor dissolution limited ما بقدر أحطهم ب diffusion controlled. ما بقدر أحطهم ب diffusion controlled. أوكي okay. إذا تذكروا هاي النقطة حكيناها أكثر من مرة. هلا رح تشوفوا إنه في أشياء عم تتكرر معانا. تمام. ال right. إذا ال aqueous solubility slightly soluble drugs are poor candidates for diffusional control. ليش؟ ليش؟ لأنه إذا أنا بدي diffusion controlled بدي الدواء بالأول يدوب. لو حطينا مسمار بكاسة مي حكيت لكم المرة الماضية ما حينتقل من كاسة لكاسة تانية لأنه ما رح يدوب. لو جبت كاسة حطت فيها مي حطت سيمي بيرميبل ممبرين وحطيت المسمار بجهة ما حينتقل للجهة التانية simply لأنه السايز تبعه كبير وما بيدوب. ما بصير رح يضل الكونسنتريشن بواحد واثنين صفر صفر. لازم يصير الكونسنتريشن بواحد مية بالتاني زيرو حتى يصير في عندي concentration gradient. طبعا مش مية وزيرو هذه for example. اوكي okay. الاكويوس solubility رح نشوف كمان بتأثر على loading efficiency في بعض الكاريرز. طبيعي حسب الكارير مثلا liposomes من اسمهم are lipophilic. تخيل تيجي تحط لي دواء water soluble رح يكون encapsulation بقلب الليبوسومز قليل. إذا هاي السوليبيليتي حتأثر على الانكابسوليشن افشنسي في بعض الفلكاريرز بشكل عام لأنه صح حكينا يا دكتورة اللايبوسوم بتكون من جوا هيدروفيلك من برا هيدروفيلك ما بينها بكون لايبوفيلك. طيب لو حتى الدواء أكيواس ممكن إنه يدوب في جزء الهيدروفيلك. طلعي هنا مين الكومبارتمنت تبعتها أكثر؟ لو عندك أنت مالتي لاميلر مين عندك أكثر لايبوفيليك ولا أكويس؟ رح تشوفي إنه اللايبوفيليك أكثر من الأكويس. طبعا أنت شايفة هنا ممبرين واحد بس لو عندك ممبرين ثاني وثالث ورا يعني ممكن تشوفي هون بالنظر تقولي لي الأكويس قد اللايبوفيليك. الريجنز اثنين قد بعض بس لو حطيت كمان ممبرين وكمان ممبرين وكمان ممبرين الأكويس بصير قليل كومبيرد لللايبوفيليك. أوكي فبشكل عام بشكل عام اللايبوسومز بياخدوا أكثر الليبيد سوليبل دراجز من الووتر سوليبل. رح ياخد التنين الووتر والليبيد لأنه فيه تو دومينز. لكن الإفشنسي اللودينج إفشنسي لللايبوفيليك دراجز بالليبوسومز أحسن بكتير من الهايدروفيليك دراجز. أوكي سميرة صارت واضحة؟ آه دكتورة شكرا. هلا والشغلة الثانية إنه الووتر سوليبل دراجز أحيانا زي leak out. شو يعني leak out؟ بتسرموا. كلمة leak out ما هياش كلمة علمية. ما بصير أنا أقول leakage. أوكي leakage إذا بدي أحكي أعطيها definition علمي بقول هي release of the drug in small quantities أو uncontrolled release of the drug in small quantities. Uncontrolled release of the drug in very small quantities. هي معنى كلمة ليكج. فليكج إحنا بالعربي بتسرب بما معناته الدواء عم يتسرب بطريقة أنا مش قادر أعمل عليها كنترول. فالووتر سوليبل دراجز yes sometimes they leak لأنه هي release in small quantities بس هذا release is uncontrolled. أوكي البارتيشن كوفيشن تذكروا حكينا البارتيشن كوفيشن دائما بربطها مع المولكيولر سايز. فلما نحكي عن البارتيشن كوفيشن دائما كل الكتب بتلاقي حاطينها مع المولكيولر سايز. ليش؟ لانه لها علاقه بالامتصاص. احنا قلنا في عندي two routes of permeation intercellular او بسموها para cellular وعندنا الانترا cellular اللي هي عبر الخلايا او بسموها trans cellular. زي ما قلت لكم انتوا قاعدين باوضه يا بتطلعوا من البواب والشبابيك مثل اللي هي الباراسيلولر من الثقوب من البورز. هذا بتمثل البورز التايت جانكشنز الى اخره.
اوكي والبورز هذول ار اكويس اوكي ترانسلولار اللي هي ثرو ذا ميمبرين وانتم بتعرفوا انه الميمبرين البيولوجيكال ميمبرينز ار لايبوفيليك اوكي ال هاي لا البولر دراجز وبتعتمد على السايز او المولكيولار ويت اوف ذا دراج اوكي وهاي لا البولر او الايونايزد اوكي وهاي لا النون بولر او الانايونايزد دراجز وبتعتمد على البارتيشن كوفيشنت اوكي اذا حكينا عن السايز السايز او المولكيولر سايز وحكينا عن البارتيشن كوفيشنت اذا ذي ار امبورتنت لذلك لازم احدد السايز واحدد البارتيشن كوفيشنت للدواء كمان شغله ثانيه احنا بنعملها لما ناخذ الدواء بطلع على المولكيولر ويت تبع الدواء دائما وبطلع البارتيشن كوفيشنت للدواء اوكي اتس امبورتنت انه اطلعه وإذا ما بعرف إذا ما بلقى بالليترشر كمان اكسبيرمنت كتير سمبل كتير سمبل الاكسبيرمنت بقيس فيها البارتيشن كوفيشنت مين يقول لي كيف بنقيس البارتيشن كوفيشنت It's important to know كيف بتقيس البارتيشن كوفيشنت مين يحكي لي مين يحكي لي شو تعريف البارتيشن كوفيشنت شو تعريف البارتيشن كوفيشنت يا جماعة؟ كمان هذا كله ماخذينه زمان شو هو البارتيشن كوفيشنت؟ شو يعني بارتيشنيشن للدواء بين مين ومين؟ بين النون بولر والبولر صح؟ يس اكزاكتلي معناته نسبة النون بولر على البولر يمكن برافو عليكي برافو اذا البارتيشن كوفيشنت اللي هو الكونسنتريشن بالاويلي فات الكونسنتريشن للدواء بالاويل على الكونسنتريشن للدواء بالاكويس هذا هو البارتيشن كوفيشنت الكونسنتريشن بالاويلي فيس على الاكويس معناته اذا بدك تعملي تجربه بدك تجيبي اويلي فيس واكويس فيس تخلطيهم مع بعضهم ولا لا وتحطي فيهم الدواء وتشوفي قد ايه راح قد ايه داب بهاد وقد ايه داب بهاد بالسيبريتر فانل ما اشتغلت بالتجربه ما عملتوها بالاورجانيك كيمستري رح ادوب الدواء بالاكويس مثلا اعمله ساتوريتد بعدين احطه اخلط معاه اورجانيك فيس وعاده عاده بنجيب اوكتانول احنا اوكتانول ووتر اوكتانول لانه لايبوفيليك وبنستعمل الووتر اوكي بنجيب اوكتانول ووتر سيستم اول شيء بدوب الدواء مثلا بالووتر اذا دائبته اكثر بالماي بعمله ساتوريتد او بالاوكتانول بعدين بضيف عليه الفيس الثانيه بخضهم منيح 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 بخليهم تصير عندي ايكوليبريم ايكوليبريم انه اللي بدوب هون داب واللي بدوب هون داب بعدين بفصلهم بالسيبريتر فانل لانه هذا اويل ووتر وبحلل الكونسنتريشن بالووتر والكونسنتريشن بالاوكتانول وباخذ الكونسنتريشن للاوكتانول على الووتر ومين يحكي لي شو الوحده؟ له وحده ولا ما له وحده؟ لها وحده ولا ما لها وحده؟ كونسنتريشن على كونسنتريشن لها وحده ولا ما لها وحده؟ لا دكتوره ما لها برافو معناته هو رقم هو رقم هلا احسن بارتيشن كوفيشنت للدواء ما بين 1000 و 2000 ورح نحكي عنها هيها هون حوالي الألف around ألف أحسن optimum partition coefficient around ألف هلأ أنت مو شغلة إحنا عم بنقول أنا بدي الدواء يكون عنده aqueous solubility بدي يكون عنده ليش لأنه هلأ كنا عم نحكي عن aqueous solubility وقلنا الأدوية اللي ما بتدوب بتعاني من oral bioavailability problems بس بنفس الوقت حتى الدواء يمتص عبر الممبرينز مين امتصاصه أحسن مين روت افضل هاي الروت ولا هاي الروت الانتر او الانتراسيلولر مين افضل كامتصاص مين سيرفيس اريا لها اكبر مين امتصاص احسن الانترا اللي هي عبر الخلايا
معناته مين امتصاصه احسن، البولر ولا النون بولر؟ النون بولر صح، الممبرين اكبر، معناته انا بدي الدواء يكون نون بولر، بدي يكون الدواء لايبوفيليك وان ايونايز حتى يمتص، بس بنفس الوقت بدي الدواء يدوب بالمي حتى ما يعاني من اورال باي افيلابيليتي، معناته انا ما بدي كل الدواء يروح على الاويل ولا بدي كل الدواء يروح على الووتر. اوكي، باي ذا واي ذيس از ا ريشيو، لما اقول انا الاوكتانول الكونسنتريشن بالاوكتانول الى الكونسنتريشن بالمي فانا عم بحكي عن ريشيو، فلما اقول انا 1000 يعني 1000 الى 1 يعني بما معنى هذا الحكي 1000 على 1 بتساوي 1000 صح ولا لا؟ معناته انا عم بقول بدي دواي 1000 مرة يدوب بالأكتانول ومرة مقابل مرة يدوب بالووتر. لاحظوا أنا بدي أكويس سوليبيليتي، أنا بدي أكويس سوليبيليتي بس ما بدي هي الميجر، أنا بدي دواي 1000 مرة يكون لايبوفيليك مقابل مرة يكون ووتر سوليبل، يعني 1000 لواحد بتكفيني. إذا كان دواي 10,000 إلى واحد this is bad. نص ساعة بس برجع على المستشفى، أنا كنت وقعت الصبح وطلعت. أوكي، أنا بدي دواي يكون 1000 إلى 1، أوكي؟ يعني إذا كان 10,000 لواحد أو 1000 إلى 0.1 معناته دواي ما بدوب، ما عماله بدوب دواي، أوكي؟ أنا بدي aqueous solubility، فلما أنا حكيت عن aqueous solubility أنا حكيت عن enough solubility حتى الدواء يدوب، أوكي؟ إذا الأوبتيمم بارتيشن كوفيشن، أنا بدي أوبتيمم بارتيشن كوفيشن، أنا ما بدي يكون كله لايبوفيليك وما بدي يكون كله ووتر سوليبل، وبدي يكون مايل أكثر إلى اللايبوفيليسيتي من الهيدروفيليسيتي. مرات أنا بعبر عن البارتيشن كوفيشن as log P value. log P value ناخذ اللوغاريتم للألف اللي هو 3، حوالي 3، حتى 3 كثيرة، حوالي 3 يعني لما تاخذوا اللوغاريتم للألف هي حوالي 3. فأنتوا لما تطلعوا على دواكم إذا الدواء اللوج بي فاليو حوالي الألف توقعوا إنه امتصاصه رح يكون كويس، دائبيته sufficient. مرة أخذنا دواء اشتغلنا عليه كانت اللوج بي 3.65، دوانا كان كتير لايبوفيليك، غلبنا جدا بالسوليوشن وهذا الدواء فعلا كان يعاني من poor bioavailability problem after oral administration. فإحنا بدنا أوبتيمم. كيف تعملوا تيونينج مثلاً؟ تتذكروا الراديوات القديمة كنتوا تعملوا تيونينج حتى تاخدوا الإذاعة، تعرفوا الراديو أبو العجل اللي قدام بتروح على اليمين بتصير الإشارة أحسن، بتروح على الشمال بتصير الإشارة أحسن. هلأ بجوز الإشارة ما تكون منيحة بس هذه أحسن إشي ممكن تاخدوه، فهذا اسمه أوبتيمم فاليو. ممكن ما تعطيني هاي الفاليو، ما تعطيني 100% باي أفيلابيليتي، لكن هاي أحسن باي افيلابيليتي بقدر اوصل لها. اوكي، اذا الاوبتيمم البارتيشن كوفيشنت از امبورتنت. الاوبتيمم بارتيشن كوفيشنت بالديفرنت روتس من الجسم حوالي الألف، تذكروها. بهيك حاله بيكون دواي له الووتر سوليبيليتي اللي مطلوبه، اذا كانت الووتر سوليبيليتي اقل من الواحد معناته الدواي رح يعاني من بور باي افيلابيليتي بروبلمز، واذا اكثر من الواحد معناته الدواي رح يعاني من كمان باي افيلابيليتي بروبلمز. البارتيشن كوفيشنت مش بس مهمة والسايز بالامتصاص، كمان بالريليز من البيولوجيكال ميمبرينز. إذا كمان البارتيشن كوفيشنت is important. مثلا خلصت المحاضرة I know، بس خليني أحكي آخر مثال مشان ما أقطع الأفكار. مثلا لو عنا oily intramuscular injection، لو عنا oily intramuscular injection، أوكي، الدواء بنعمله highly lipophilic، الدواء عم يطلع لما نحقنه بقلب العضل، الإبرة أويلي، العضل أكويس، الدواء موجود بقلب الأويلي إنجكشن صح ولا لا؟ إبرة زيت حطيتها بالعضل، العضل أكويس بس الإبرة زيت، الدواء موجود بقلب إبرة الزيت. الآن الدواء رح يفكر أضلني بقلب الإبرة ولا أطلع من الإبرة للجسم. هلأ إذا الدواء ذائبيته بالإبرة عالية جدا 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 رح البارتيشنينج تبعه يكون بطيء لبرا، بس إذا الدواء ذائبيته بالزيت قليلة رح يكون البارتيشنينج سريع لبرا، وبالتالي بقدر أتحكم بالريليز عن طريق البارتيشن كوفيشنت. عشان هيك معظم إبر الزيت بيعملوا الدواء برودرج وبيخلوه مور لايبوفيليك، مور لايبوفيليك
عشان يطلع أبطأ عشان يتحكموا بالريليز عن طريق البارتيشن كوفيشنت. إذا ممكن أضيف على هدول البارتيشن كوفيشنت، أوكي؟ إذا البارتيشن كوفيشنت كمان مش بس مهم بحالة الامتصاص، كمان is important when you talk about drug release in the delivery system. والإشي اللي حكينا إنه إحنا بدنا balance بالبارتيشن كوفيشنت. ولا تنسوا كمان نقطة كتير مهمة، مثلاً العين القرنية مكونة من ثلاث طبقات، الطبقة الأولى لايبوفيليك، الطبقة الثانية هيدروفيليك، الطبقة الثالثة لايبوفيليك. فدواي لازم يخترق ثلاث طبقات، واحدة لايبو هيدرو لايبو، أوكي؟ فكيف بده يمر يصير له امتصاص من ثلاث طبقات إذا ما كان عنده optimum partition coefficient؟ لذلك بالعين، بالعين بالذات بالعين بيشتغلوا كتير على البرو دراجز، برو دراجز حتى بيغيروا بالدواء حتى يعطوه الoptimum partition coefficient. إذا الدواء كتير هيدروفيليك بحطوا له نون بولار مويتي، إذا الدواء كتير لايبوفيليك بحطوا له بولار مويتي حتى يغيروا في البارتيشن كوفيشنت عبين ما يوصلوا للأوبتيمام بارتيشن كوفيشنت، أوكي؟ إذن I think إنه المرة الجاي بنخلص بقية السلايدات، يعني محاضرة بكرة بإذن الله بنخلص الجزء الأولاني. الأربعاء ما بناخد محاضرة مشان نكون جاهزين للامتحان. الأربعاء مش رح ناخد يوم أوف، بس أنتوا لأنه عندكم امتحان يوم سبت، عادة إحنا بيوم الامتحان ما بنعطي محاضرة لأنه الامتحان هو محاضرة، يعتبر محاضرة. فأي ويل جيف يو ا داي اوف حتى تدرسوا، اوكي؟ وبشوفكم ان شاء الله تعالى بالامتحان يوم السبت، وبنرجع بنشوفكم الاربعاء اللي بعده. في اسئله دكتوره؟ هلا في الانتراسيلولار يس انا رح اوقف الكوفيشنت بكون فيها، بس ناخذ الكوفيشنت